السلام عليكم اعزائي المشاهدين الاجواء شديده الحراره ورياح شماليه غربيه خفيفه لمعتدله السرعه تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 الى ثلاثين كيلومتر ساعه وايضا اعزائي المشاهدين توقع عوده الرطوبه النسبية الليله ولكن بشكل اخف مقارنه بالايام السابقه اللي حصل فيها ضباب وايضا انخفاض في مدى الرؤيه الافقيه اجواء شديده الحراره الى حارة الان في مدينه الكويت ورياح شرقيه سرعتها 7 كيلومتر في الساعه درجه الحراره الحاليه 46 درجه مئويه رطوبه نسبيه متدنيه في مدينه الكويت 10% اما الرؤيه الافقيه جيده تزيد عن 12 كيلومتر ليلة أجواء حارة إلى ماء الحرارة ورطبة نسبيا خاصة المناطق الساحلية وداخل البحر وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 32 كم ساعة ودرجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت قد تصل إلى 37 درجة مئوية جزرنا الشمالية واربا في الشمال ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في مساء الغد أجواء شديدة الحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه قد تصل سرعتها إلى 28 كم الساعة. العظمى متوقعة في مساء الغد مدينة الكويت قد تصل إلى 46 درجة مئوية أما الجزر الشمالية واربا بوبيان ما بين 41 الى 42 درجه مئويه المناطق الغربيه من دوله الكويت سالم الشقايه قد تصل الى 46 درجه مئويه الاجواء البحريه ان شاء الله خلال 24 ساعه القادمه حاله البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 الى 4 اقدام ما باذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينه الكويت موعد الفجر الساعة الرابعة و11 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة الخامسة وعلى 30 دقيقة، أما غروب الشمس في الساعة الخامسة 58 دقيقة، طقس طيب متوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأيضاً متوقع عودة الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية وراح تستمر معانا حتى يوم الأربعاء والرياح متقلبة الاتجاه بشكل عام سرعتها ما بين 6 إلى 22 كيلومتر في الساعة ولكن مع عطلة الأسبوع متوقع عودة الرياح الشمالية الغربية والأجواء الجافة مرة أخرى متوقع نشاط على فترات مثل ما نلاحظ أعزائي المشاهدين قد تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلومتر في الساعة مع فرصه الغبار خاص على المناطق المكشوفه ودرجات الحراره العظمى ما بين 46 الى 44 درجه مئويه مع بدايه الاسبوع المقبل اما الصغرى متفاوته ما بين 32 الى 34 درجه مئويه اعزائي المشاهدين الى هنا تنتهي نشرتنا الجويه شكرا على حسن المتابعه والان ننتقل الى الزملاء في الاستديو